So what did they say about it? بروجيكتر والله هذا البروجيكتر دي حق الافلام دي تلفون تلفون من الاربعينات كيف حقهم كذا هذا يعني كم شكله ده اول مطار هذا ايش لا أحسوا حاجة يحطونها على زي المخدة وتكون على الجنب صح؟ الفاينلز أحب النكش هذا كان القهوة سابقا اللي كانوا يضربون بها عشان يسمعون الجيران تعالي أمي هنا هذا المجلس ما شاء الله ما شاء الله هذا المجلس يسمح لي أبات الليلة هنا بس شوف مكيف مكيف أقول لك هذا النوافذ ما شاء الله مكيف دقيقة بس هذا ايش؟ هذا ايش مكتوب عليه؟ هذه غرفة؟ هذا طبعا ركن القهوة بس العصر القديم حبيت احب كذا كان يبغون يسوون كذا عشان يطلعون صوت من هاي ايوه يعني عشان الجيران يسمعون ويجون يتقهون معه حبيت شيخ تكلم ثاني اجين اجين ايش يسوون؟ يسوون كذا ليش؟ يطلعون صوت قوي ليش؟ يطلعون صوت قوي عشان الجيران لما يجون لما يسمعون ذا الصوت يعني يعرفون انه في قهوة تعالوا تعالوا كنا عزيزين يعني قلطوا حبيت
اللي بعده مرشدنا السياحي قدام شويه بس ما شاء الله. هذا صدق هذا فيه لمبه بس كانه صدق. هذه المواعين اللي حيتها كذا. هذا اسمه ايش؟ المسقف. مسقف سقف مسقف حط او الملهب او العيش. ما تسمح لي بالمطبخ. شوف هذه سلفه. So smart. I'm in the bed. This is the locker. Amazing. This itself is just perfect. Let's see the other. Amazing. I was here. It's like a maze. يلا يا عشرة.